من ثلاث لاعبين في النصر يا وليد عبد الله، وكان حينها مدرب للفريق النصراوي السيد كريم ثلاثة، هو الوحيد الأساسي في هذه المباراة. قائمة الأصابة إلى جيسلان كونان، عبد الله مادو، عبد الله العمري، ونواف بوشل، بالإضافة لوسط ميدان بحضور عبد الله الخيبري بجانب بياراتا لمباراة الليلة، كيم سونغ، نيجاريات شراحيلي، ماجد كمبا، وعبد الله الجوعي، هتان بهبري، أخيرا أحمد عبدو كمهاجم بالنسبة أو مساعدين آخرين من الجزائر، عمري وماد، والثنائي كل واحد أخذ فرصته ليلة البارحة. كونان يأخذ كرة، أو يوم أمس هي كانت ليلة البارحة بالنسبة، الكرة فيها صافرة، رونالدو النصراوية من الغنام، ملعوبة مرسلة إلى منطقة الجزاء، كيم سونغ خروج، الكرة تعود من المدافعين، ترجع مرة ثانية للنصر في الطرف الأيمن، النصر يواصل هجوم الآن بعرضية، وعبد الفتاح آدم راسية مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى للشباب. رونالدو وبقية الرفاق، رونالدو وبقية النجوم المتواجدين في دكة البدلاء، كمية من النجوم عند إلى تغيير شيء في المباراة، هي ركلة ركنية للشباب، اللعبة الكرة داخل منطقة الجزاء، بعيدة مر بالخلف إلى اليسار، واصل الكرة عند إيفر بانيغا في هذه اللحظة. أيها سيداتي وسادة، أعلن حكم المباراة السيد لطفي بكواسة عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول في مواجهة النصر والشباب، القمة وديربي الرياض الحاضر في ملعب الملك فهد في مدينة الطائف، ينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف. لنا عودة إن شاء الله تعالى في شوط المباراة الثاني. الكلمة للزميل سلطان غشيان للحديث عن تفاصيل شوط المباراة الأول وما دار فيه. إليك زميلي سلطان الكلمة. تركي العمار في أول مين يلعبها لتاليسكا، انطلاقة من تاليسكا، تاليسكا يستمر في انطلاقته ومروره وتسديده، كيم سونغ من أليكس، أليكس يمررها في اليسار، علي الحسن عد انطلق ومرر كرة لكنها إلى كيم سونغ، كيم سونغ حادم، فرحة الجماهير النصراوية بقدوم رونالدو إلى أرضية الملعب، النجم الكبير اللي بلا شك بأنه استثنائي بين لاعبي كرة القدم بالشعبية والجماهيرية. علي الحسن إلى تاليسكا، تاليسكا تمريرة في اليسار واصلة عند كريستيانو رونالدو، ثم الكرة تعود لصالح النصر، التمريرة طويلة بالأمام إلى رونالدو، رونالدو يعطي كرة في الجهة اليسار، نقلات بينية واصلة على اليسار إلى أليكس، الكرة بالفعل تجاوزت حدود الميدان للشباب في الطرف الأيمن، لحسين الصمرور من نواف بوشل، نواف يمرر الكرة واصلة لصالح النصر إلى رونالدو، مرور وتسديدة كيم سونغ أبعدها لخارج أرضية الملعب، الله على رونالدو، وتألق من كيم سونغ أنقذ مرمى الشباب من أمام رونالدو، من أمام العالمي رونالدو أنقذ مرمى الشباب، أبعد الكرة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، ثاني تهديد على مرمى كيم سونغ، والنجاح الثاني الأول من أمام تاليسكا والثاني من أمام رونالدو، يأخذ فيها شهادة النجاح كيم سونغ في مباراة الليلة. الكرة اللعب للنصر إلى عبد الله العمري باكورد، يعني تاليسكا فشل، ورول الله ثم التعلق اللي عليه كيم سونغ من أمام تاليسكا ومن أمام رونالدو. حديث جانبي بين الطفل ووالده بعد محاولات نصراوية لم يكتب لها النجاح. هذه كرة عبد الله العمري، استقبال رائع، كرة باكورد حاول معها لكن في ليلة ماش غريب، ينقل كرة طويلة إلى رونالدو، جول، القرار براية وتسلل على رونالدو، القرار براية وتسلل، رونالدو مش ممكن تفوت كرة بهذا الشكل توصل رونالدو. جميلة اللقطة
وتقريبا تشابه اللقطة اللي تمكن منها النصر من تسجيل هدف في مرمى انتر ميلان. اللعبة في المباراة، الكرة اللعب لعبد الرحمن غريب. عبد الرحمن غريب يحصل على مخالفة من المكان اللي النصراويين انه يكون حاضر فيه تاليسكا او رونالدو، وتاليسكا ورونالدو حاضرين هذه المرة، وركلة حرة مباشرة للنصر. هي هذه المرة اخطر على مرمى الشباب من المرة السابقة في شوط المباراة الاول، لانه رونالدو حاضر ولانه تاليسكا موجود ثابتة تهدد الشبابيين. اكثر كرة تهدد الشباب طوال مشوار المباراة عند كريستيانو رونالدو اللي تعود على تسجيل مثل هذه الكرات. رونالدو عند الكرة الثابتة وعلى عاتقه مسؤولية إفراح الجماهير النصراوية الحاضرة والملايين خلف الشاشات، خلف الشاشات من الجماهير النصراوية. الحكم أخيرة رونالدو، الفرصة الأخيرة في الثواني الأخيرة، ورونالدو الكرة من حائط الصد لخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. نواف العقيدي في مرمى لا يصدق ما حدث، الكرة لخارج أرضية الملعب ركلة ركنية، اللعبة وإبعاد من الدفاع. آخر خمس دقائق في زمني شوم في هذه المباراة، لذلك أكثر تبديلاته تصب كرة إلى سيكو فوفانا. فوفانا أرسل كرة في اليسار للنصر من الجهة اليسرى، أليكس خارج أرضية الملعب إلى التي والسادة. جاءت صافرة حكم المباراة لطفي بكواس القمة السعودية، وفي ديربي الرياض الذي يظهر في محافظة الطائف على ملعب الملك فهد. إذن نقطة واحدة للفريقين، الزمالك يتصدر هذه المجموعة بثلاث نقاط.